التاسعة، رابع أيام العيد مع فرقة الأنامل السحرية، عروض موسيقية غنائية رائعة. يا بلدنا يا حلوة، الناس الحلوة. بأنامل الصغار عن مصر وتفاصيلها المدهشة وبهجتها الدائمة. من أول 2010 بتركز بقى، طفل، اتنين، تلاتة، أربعة، بتجمعهم إزاي؟ يلا عندنا بروفا، عندنا شغل، هم الولاد إحنا بنهزر معهم ونضحك وكل حاجة، بس وقت الشغل مفيش هزار. التاسعة، رابع أيام العيد مع يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى.